متتبعات برنامج شباب في الواجهة الذي يشرف عليه يونس فوتوغرافي، مساء الخير. شباب في الواجهة وبرنامج يهتم بتسليط الضوء على مجموعة من الشباب وعلى مجموعة من الشباب لإبراز كفاءاتهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم في شتى المجالات. اليوم نستقبل في حلقة خاصة جدا شابا من الشباب الذين يعتبرون أمل الغد، نساء الغد ورجاله، مربو أجيال الغد. نستقبل اليوم الأساتذة المتدربين في شخص أستاذ المتدرب، هو الأستاذ الحسين الحسين، أستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بورزة ذات. مرحبا بك. مرحبا بكم وشكرا على هذا المنبر الحر، ومنه إلى جميع المنابر الإعلامية الحرة التي أتاحت لنا فرصة التعبير الحديث عن الموضوع. العفو، هذا واجبنا. نبدأ بسؤال تقليدي ربما يرغب الجميع أو الذين لا يعرفون على الأقل جوابه، هو من هم الأساتذة المتدربون؟ الأساتذة المتدربون هم شباب الوطن حصلوا على شواهد أهلتهم لولوج المراكز، تم انتقاؤهم بناء على المعدل أو بناء على الأقدمية في مزاولة مهنة التربية سواء في التعليم الخصوصي أو في إطار سد الخصاص، ومنهم من حصلوا على إجازات مهنية في علوم التربية أهلتهم لولوج المراكز، اجتازوا المباراة الكتابية فتفوقوا فيها، ثم المباراة الشفوية فنجحوا فيها بالتالي، وعددهم في الحقيقة يصل إلى 9800 أو ما يقارب، يعني العدد لم يصل إلى 10,000 أستاذ، وهو ما يطرح التساؤل عن أعداد الباقية. ثم فوجئنا بعد أن ولجنا المراكز بأن المناصب المالية التي أعلنت عليها الحكومة هي 7,000 منصب مالي، فتساءلنا عن إطار عن مصير 3,000 أستاذ متدرب بعد تخرجهم، يعني بعد حصولهم على الدبلوم من المراكز الجهوية يطرح سؤال ما مصير هذه 3,000. أعتقد أن هناك مرسوم يضع حلا لهذا أو جوابا لهذا السؤال، والمرسوم الذي ينص على فصل التوظيف عن التكوين، بمعنى أن هؤلاء الذين سيتخرجون من المراكز سيجتازون بعد ذلك مباراة للولوج إلى الوظيفة العمومية هي التي ستحدد مصيره، فأين الإشكال؟ الإشكال هنا لماذا تم استصدار هذا المرسومان في عز العطلة الصيفية، ثم أرادت الحكومة أن تطبقهما على فوج الحالي في أثر رجعي. ولنجعل المشاهد الكريم لنضعه في الصورة، فهنا نحن نتحدث عن مرسوم 2/15/588 و 2/15/589، أي المرسوم الأول يقضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف، والمرسوم الثاني يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، لكن أقول وأؤكد أنهما صدرا في الجريدة الرسمية يوم 8/10، ونحن قمنا بالتسجيل النهائي يوم 7/10، لهذا المرسوم لن يطبق علينا ولن نقبل بحل وسيط، لأن بل أكثر من ذلك نقول بأن هذين المرسومان يضربان في صميم المدرسة العمومية بشكل عام. قضية أن المرسومين يضربان في المدرسة العمومية سنعود لها النقاش فيما بعد، ولكن أريد أن أطرح إشكال آخر، وأن الكثيرون يقولون أو المتتبعون يقولون إن الأساتذة المتدربون في الفوج الحالي كانوا على علم بهذين المرسومين قبل ولوجهم إلى المراكز، وهناك من اختار أن ينسحب ولم يودع ملفات ترشحه لأنه لم يكن مستعدا لأن يضيع سنة، حسب فهمه طبعا سنة كاملة، ثم بعد ذلك لا يعرف مصيره. ما لماذا أنتم كنتم على علم بهذا ثم تشجعتم وغامرتم بأن تضيعوا سنة ثم بعد ذلك تحتجون؟ ليس في ذلك تناقض في مواقفكم؟ في الحقيقة ليس هناك أي تناقض، بل الأمر بهذه السهولة. نعم كنا على علم، سمعنا بما يروج، ولكن كنا على علم بأن أي قانون أو أي مرسوم أو أي ظاهر كيفما كان لا يمكن أن يطبق إلى أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، والمرسوم الذي تتحدث عنه لم
لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، فكيف يمكن أن نطبق شيئا لم يخرج إلى الوجود بعد؟ القانون هو عبارة عن مولود يكبر، ومتى يعني يصير بالغا يوم يخرج في الجريدة الرسمية. جميل. هذا هو المعمول به في جميل جميل. إذن أنتم تحتجون على هذين المرسومين وترفضون أن يطبقوا أو يطبق عليكم لأنهما لم يصدرا إلا بعد ولوجكم المراكز. بالطبع. إذن الحكومة تقول لما لا ألغي أو أجمد هذين المرسومين في هذا الموسم، في الموسم المقبل سنقوم بتفعيلهما، والفوج الحالي سنوظفه حسب ما يروج، لا أعرف إن كان هذا الأمر رسميا، سنوظف هذا الفوج على دفعتين. الدفعة الأولى نوظف فيها 7000 في إطار أو في انتظار أن توظف 3000 أخرى. وإذا قبل الأساتذة المتدربون بهذا القرار معناه أن الأساتذة المتدربون يرفعون شعارات أكبر منهم، من مثل الدفاع عن المدرسة العمومية وغيرها كما يدعون أو كما يقولوا. في الحقيقة جوابي سيكون من منطلق المسيرة الثالثة. انظر كيف يمكن لخبير تربوي في مستوى الدرج أن يخرج معكم ويطالب بإسقاط المرسومان اللذان يقول عنهما أنهما يضربان في صميم المدرسة العمومية. رفعنا شعار إسقاط المرسومان، إلى حد الآن وصلنا إلى 3 جولات حوار مع الحكومة في شخص ولي الرباط. اقترح علينا توظيفنا على فوجين، الفوج الأول ثم بعد 4 شهور الفوج الثاني. لقد رفضنا بالبت المطلق، قلنا بأنه يجب إلغاء المرسومان. الأمر الأول لم يطبق على هذا الفوج، الأمر الثاني يجب إعادة النظر في المرسومان، ويجب إشراك جميع الفاعلين من النقابات والهيئات وكل من يمسهم أو من يدافع عن القطاع العمومي. هل أنتم مصرون على إسقاط المرسومين؟ نعم إن شاء الله مصرون على إسقاطهم. هناك بعض الإشكالات تطرح في أو شكلية وإن كانت عميقة. تنسيقيتكم الوطنية تحاور والي الرباط، ما علاقة والي الرباط بمثل هذه الملفات؟ وما علاقة وزير الداخلية بمثل أين الحكومة؟ أين الوزارة الوصية من هذه الحوارات؟ نحن نقول أولاً والي الرباط هو من الداخلية، هذا أمر مفروغ منه، ويكفي أن ما قاله لنا والي الرباط حين قال سيتم توظيفكم على فوجين استعمله الناطق الرسمي باسم الحكومة في خطاب الله، يعني في خطاب شعبوي له، يعني قال بأن الأساتذة ما بغاوش يخدموا، هكذا بصريح العبارة. لقد اقترحنا عليهم التوظيف على فوجين لكنهم رفضوا، يعني هذا يؤكد ويبين أننا نحاور الحكومة بطريقة غير مباشرة. الميساج ديالهم كيوصلوا ديالنا كيوصل. السنة البيضاء على الأبواب، تقصد أن الناطق الرسمي هدد بهذا الأمر إذا لم تعودوا إلى قاعات الدراسة بعد عطلة منتصف السنة الدراسية أو الموسم التكويني. أرسلوا رسائل تحذيرية في بديل الأول، ثم هددوا بالسنة البيضاء، لم رفضوا النقاش، ثم قاموا بقمعنا في إنزجان وفي غيرها وفي الدار البيضاء ومراكز أخرى، وقبلها محاولات قمع لكنها كانت طفيفة لم تصل إلى مستوى المجزرة، ثم الآن يهددون بسنة بيضاء. نحن لا نملك شيئا سوى هذا القلم وهذا اللسان، وسنسقط المرسومان وستكون سنة سوداء على الحكومة إذا أرادت أن تجعلها بيضاء علينا. لنفترض جدلا أن الحكومة قررت بشكل نهائي أن تجمد المرسومين وأن توظفكم على دفعتين، هل هذا الحل سيرضيكم؟ أنا أستاذ متدرب ولدينا تنسيقية تمثلنا، وننضبط لكل ما تخرج به التنسيقية لأنها الممثل الشرعي الوحيد لنا، بعيدة عن كل الأحزاب السياسية، بعيدة عن منهج النقابات. مرحبا بكل من يتضامن معنا، ولكن من هنا أريد أن أشير إلى فكرة يعني يتم الترويج لها، وهي أن بعض الجهات أو بعض النقابات تركب أو بعض الجهات بغير المعلومة تركب على نظام أو المعلومة كما سماها أو المعلومة المهم نحن مستقلون، تنسيقيتنا تضم من اليمين واليسار، تضم من الإسلاميين والأمازيغ، تضم من كل الهيئات السياسية، من كل تضم اللامنتمين، أريد أن أقول جميع الأطياف كيف ستركب على هؤلاء دون هؤلاء.
أعود إلى سؤال أو إلى نقاش ينتظره الكثيرون، هو النقاش حول ما وقع في إنزيكان يوم الخميس الذي سمي بالخميس الأسود. أنت أستاذ متدرب في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوزازات، كنت رفقة زملائك في المركز حاضرين، يعني حللتم بأكادير وبإنزيكان لتشاركوا في تلك المسيرات الأقطار كما سميتموها، فتم قمع هذه المسيرة قمعا يعني وحشيا رفضه الجميع. نريد منكم أن تحدثونا عن تفاصيل ما حدث في إنزيكان. وصلنا إلى إنزيكان، تلك المحطة النضالية المؤلمة، أو يوم الخميس الأسود، أتذكرها دائما بمرارة. في البدء كنا نسافر متخفين وكأننا نهرب الممنوعات لنتجاوز الأمن. وصلنا إنزيكان على الساعة 4 صباحا، كانت مملوءة بالأمن، استنفار أمني في الحقيقة أول مرة أشاهده بتلك الطريقة، غير مسبوق بالنسبة لي. ولجنا إلى مقهى على الساعة 7 صباحا لتناول وجبة الفطور، فإذا بسيارة الأمن أو دورية الأمن تقف بمحاذاتنا وتقوم بمصادرة اللافتة، مصادرة مكبر الصوت، بل وبعض الأشكال الإبداعية التي أبدع فيها بها مركز وزازات أردنا أن نشارك بها في تلك المسيرة النضالية. طالبناهم، فإذا بعميد الشرطة يجيب: أنت غادي تمشي بحالك ولا غنديك معايا؟ بالحرف الواحد اضطررنا أن نتفرق في أرجاء مدينة إنزيكان بين أسواقها وبين المناطق المجاورة للمركز. لا يمكن أن تجد اثنان يقفان يتحاوران دون أن تقف عليهما دورية الأمن. اضطررنا أن كما قلت أن نتفرق، ولجنا المركز فرادى فإذا بنا نجده مطوقا بشكل تام. استطعنا أن نلج لأننا وكما كنا نقول أشكالنا سلمية ومطالبنا مشروعة، مطلبنا هو مطلب الشعب المغربي. وصلنا إنزيكان، انخرطنا في شكلنا النضالي، وبينما نحن أقول أمام مركز إنزيكان لم نصل بعد إلى الشارع عكس ما يروجه البعض، لم نقاطع الشارع، لم نقطع الشارع، لم نصل أي شيء، لم يعني ما زال شعارنا الذي يرفع آنذاك: قمعني قمعني زيد قمعني، والله والله ما تخلعني، لأنهم لن يخلعونا، لن نخاف من أحد، لن نهاب أحد، لدينا مطلب سنحققه إن شاء الله. يعني كيف بدأت المواجهة بينكم وبين رجال الأمن؟ الكثير من السؤال على هذه نقطة البداية، كيف بدأ هذا الاحتكاك الذي أفضى إلى تلك الكسور وإلى تلك الدماء التي شاهدناها كمتتبعين في تلك الفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إلى المدى القريب كنت أعتبر أن المساحة المخصصة من أمام المركز تعتبر من الحرم، مخصصة للمركز، فإذا بنا أقول من أمام المركز، ربما الفيديوهات، الصور المنشورة على الإنترنت، صورة لمياء الزكيتي الأستاذ المتدربة معي في مركز ورزازات، صورة الأستاذ الخمار الذي تم تكسيره وتهشيم عظامه، وهنا أرفع لهم شارة النصر من منبركم الحر. نعم أقول كنا نرفع شعارات سلمية سلمية سلمية، لكن القمع أو الأمن، أقول الأمن بين معقوفتين، أراها قمعية. هكذا تم قمعنا وتم تهشيم عظامنا، وربما Human Rights Watch في آخر ما نشرت تدين تلك الاعتداءات التي اعتبرتها هي بدورها همجية. بالنسبة لكم بعد يعني بعد هذا التدخل، ما كان إحساسكم، نفسياتكم، نفسيات الأساتذة المتدربين؟ ألم تتأثر بهذه الهجمات، بهذه الدماء التي رأوها، بهذا الصراخ الذي ظل يملأ إنزيكان في تلك اللحظات؟ ألم يؤثر ذلك فيهم ويثبطهم؟ أثر فيهم بشكل كبير وجعلهم يخرجون في مسيرة أخرى، مسيرة أكبر من الأولى شارك فيها الجميع. لقد أثروا فينا ولكن بشكل إيجابي. نعم ضربنا، نكل بنا، هشمت عظامنا، نكل بنا،
قاموا بتهشيم عظامنا لكن لن يثنونا على النضال، لأن مطلبنا مطلب مشروع ومطلب الشعب المغربي بأجمعه. متتبعي برنامج شباب في الواجهة، نشكركم على صبركم معنا ووفائكم لنا، ونعتذر عن بعض الأمور الأخرى التي لم نشير إليها. أستاذ الحسين الحسين، أستاذ المتدرب في مراكز جهوي لمهن التربية والتكوين بورزازات، شكرا لك. شكرا لكم.